توقعات ماجي فرح: 3 أبراج هتعاني من الحظ السيء والمشكلات الأسرية في النص الثاني من أكتوبر. مع اقتراب النص الثاني من أكتوبر بتزيد تساؤلات الكتير حول ما تخبئه لهم النجوم في الأيام اللي جاية. ماجي فرح قالت: في 3 أبراج من المتوقع يواجهوا تحديات وصعوبات، حظ سيء ممكن، مشكلات أسرية. أول حاجة الميزان. الميزان هيمر بفترة مليئة بالتحديات في النص الثاني من أكتوبر، من المحتمل إن هو يجد أصحاب هذا البرج أنفسهم في مواقف صعبة تتعلق بالعلاقات الشخصية، ممكن يبقى في مشكلات مع الشريك أو الأهل، ده بيؤدي لتوتر في الأجواء الأسرية. ماجي فرح بتنصحه، ماجي فرح مش بتقول المشكلة لكن بتنصح أيضا الميزان إن هم يكونوا أكثر صبرا وأن يتحلوا بالمرونة في التعامل مع الآخرين، والتواصل الجيد هو المفتاح لتجاوز هذه المرحلة. تاني برج معانا العقرب. العقرب هيواجه أيضا صعوبات في النص التاني من أكتوبر. قالت ماجي فرح إن العقرب هيواجه مشكلات مالية ممكن تؤثر على استقرارهم الشخصي، وكمان في مشاحنات عائلية ممكن تظهر بسبب هذه الضغوط، لذلك يفضل أن تتجنب مواليد هذا البرج اتخاذ قرارات مالية سريعة، وإن هم يطلبوا الدعم من أحبائهم خلال هذه الفترة الصعبة. تالت برج معانا الجدي. الجدي النص التاني من أكتوبر هيحمل له تحديات في العلاقات الأسرية، ممكن يواجه صعوبات في التفاهم مع أفراد الأسرة، وده بيؤثر طبعا الخلافات دي هتؤثر على الروابط الأسرية. وتتوقع له ماجي فرح إن هو يعني او تنصحه ان هو يركز على الاستماع وفهم وجهات نظر الاخرين، ضروري جدا عشان يتجاوز هذه المشاكل، وكمان يعني يعملوا على تعزيز التواصل الاسري من اجل تخفيف حدة التوترات.